بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إيمان صابر، عضو المجلس البلدي بالمحمدية. المتقاعدين ديال الجماعة ديال المحمدية اليوم كيتم التكريم ديالهم، الشعور ديالهم؟ والله لا، شعورنا وارتصاماتنا حول هذا الحفل التكريم اللي نظمته جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي بلدية المحمدية، هي تنتقاسموا معاهم مشاعر الأخوة والروابط العاطفة اللي جمعتنا. نتمنى لهم التوفيق، هذا بداية حياة جديدة، ماشي معنى التقاعد ديالهم أنه فقط تقاعد على الحياة، هو انتهاء مرحلة مهنية وبداية حياة جديدة إن شاء الله. نتمنى لهم التوفيق والسداد بإذن الرحمن.